اما هلا بدنا ننتقل لمادتنا التاليه او محطتنا التاليه. دائما يمكن نرمين خلال رحلاتنا الصباحيه بنسلط الضوء على المواهب الشابه والمشاريع الصغيره. خلال فتره الحرب كثير من الشباب حاولوا يعملوا مشاريعهم الخاصه ويستثمروا مواهبهم ويطوروها لتكون حرفه وفينا نقول مصدر رزق ويعيلوا اهلهم. صحيح، والسيدات دائما يلي عم نستضيفهم دائما يعني يكونوا بالحرف اليدويه او حتى بعالم الاكسسوار وعالم الازياء، وهذا المجال عم نشوف قديش عم ينشط بالفترة الماضية ونحن بحاجته صراحة. يوم نور رح نسلط الضوء على موهبة ونستضيف إحدى السيدات يلي عندها مشروع خاص بما يخص تصميم الأزياء، وهي السيدة صفاء عبد المولى. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف الناس على مشروعك. لما نقول سيدة بعالم الموضة والأزياء، هذا يمكن شغف كل صبية وسيدة عم تتابعنا. كيف بلش مشروعك؟ من وين اجتك الفكرة؟ وفعليا يعني أخذ شوية وقت، في عقبات يمكن أو متاعب واجهتك؟ هو أنا بلش عندي موهبة وقت كنت صغيرة، بعدين يعني فترة فترة وقت كبرت بلش هلا مشروعي. تقريبا أنا وقت كان عمري 20 22 سنة. وكان أول شيء هو يعني تعليمي، يعني انا كان عندي موهبه اكثر ما ان هي اشتغل فيها. صحيح. كيف مشروعي كان اول شيء. طيب خلينا نعرف شو دراستك، او يعني هون عرفنا انه عندك موهبه، بس مجال دراستك هو شو؟ انا درست الصف التاسع فقط، بس انا كنت بالصيفيه. انا وقت كنت صغيره كان الوالد الله يرحمه هو خياط، فانا وقت كنت صغيره بحب هاي الموهبه، فكنت كل سنه بالصيف وقت تنتهي المدرسه عمي كان خياط نسواني، فاروح لعنده بالصيف وارجع بالشتي على المدرسه. فضليت كذا سنه، بعدين وقت اخذت التاسع حبيت اني كفي شغلي. طيب خلينا نحكي عن مشروعك بتصميم الازياء. اول قطعه يمكن اشتغلتيها قديش اخذت منك وقت؟ كيف كانت ردود فعل الناس اللي حواليك واهلك ودعمهم لإلك؟ والله اول شيء انا يعني وقت اشتغلت بعمر صغير كثير، والعالم وقت تسمع باسمي وتشوفني تفكرني اكبر. عرفتي كيف؟ فانا كثير كنت احب اشتغل وافرح بالقطعه وقت تخلص. يعني شو اول قطعه عملتيها؟ انا اول كنت اول شيء متعلمه طقم، بعدين انا لحالي تعلمت الفساتين السهره. حلو. اي فاول شيء كنت اشتغل طقم، والطقم بس كان يكون طقم رسمي بس حلو، يعني بده تفاصيل قياسات وشغل كثير. هلا الطقم بيختلف عن الفستان. صحيح. ايه الفستان بده شغل اكثر وتدقيق اكثر. ايه بس انا بحب الفساتين فحركت حالي على الفساتين اكثر. فستان السهره بيكون بده كثير تدقيق، بده يكون دقه كثير، بده موهبه كثير حتى يطلع شيء حلو. عم تحكي تقومي هون نسائي ما؟ ولا رجالي؟ لا لا نسائي. نسائي. طيب خلينا نرجع معك للبدايات. ذكرتي انه كنتي تروح احد اقاربك كان مهنته خياط، خلينا نحكي عن هي الفتره اللي كنتي انت تروحي فيها. شو كنتي تعملي؟ تطلبي تجربي تبلشي بالقماش؟ هلا انا لحالي كنت وقت كنت عند بابا الله يرحمه، هو كان عندنا محل اقمشه، اخذ القماشه وقصها وخيطها على ايدي وظبطها. عرفتي شلون؟ فيعني وقت اللي شافوني وقت اللي كبرت يقولوا لي انت وقت كنت صغيره بتحبي هذا الشغل. بعدها رحت لعند عمي خياط نسواني، فبلشت مراحل ابدا خطوه خطوه. حتى شو المراحل اللي بلشتي فيها كونه انت ما درستيها تعلمتيها فورا يعني من ارض الواقع؟ علمونا ابدا اول شيء كيف بدك تشتغل بالابري، الماكينه كيف تدرس عليها، انه ماكينات صناعيه ما بتقدري تشتغل عليها فورا، يعني بدك تتحكمي فيها. يعني علمونا يحطوا لنا خطوط نمشي شوي شوي على الخط مشان تطلع الدرزه مستقيمه. الحباكه كمان الى شفره وقت تشتغل بدك تكون دقيقة جدا. تعلمت خطوة خطوة. هلا انا اللي كانوا معي ما تعلموا، انا بسنتين كنت متعلمة. يعني انا حابة هاي الشغلة فانا تعلمتها. هي شغفك مثل ما قلتي. أي. موهبة موهبة وصغيرة موهبة وحاولتي تستثمريها. لما نحكي عن فساتين السهرة الموضوع هون فينا نقول مختلف، يعني مواكبة الموضة اليوم عم نشوف الأقمشة بتختلف احيانا جدا. بنشوف الموسم مثلا بيطلب السادة التفاصيل البسيطة الناعمة، اليوم عم نشوف لا الدانتيل الشك الشغل كثير اللي بده تفاصيل ونوعا ما متعب، يعني ارضاء جدا. اليوم للزبون او الصبية، ودائما الواحد بيحاول يدور على قطعة مميزة ما بتشبه القطع الاخرى. صح. انه انا بدي يكون باطلالة مميزة. هون كيف تتعاملي مع فينا نقول تغير الموضة واحيانا مزاجية الزبون؟ والسيدة مثل ما قلت لك احيانا كمان بتحب تبحث عن الاطلال الافضل والاجمل ليلة. ما يكون حد يعاملني، انا وقت بشتغل على القطعه بشتغل قطعه بحب اشتغل نفسها مشان ما تكون متكرره، كل لانه كل عندنا كل ست بتحب انه هي تكون لابسه ما يكون حد يلابس مثلها. او فمثل ما قلت بنحب نشتغل كثير على القطعه. وبعدين من وين بتستوحي تصاميمك؟ يعني الافكار هيك
والله انا هلا وقت بيجي لعندي وقت بتيجي لعند زبوني بتعطيني هي، بس انا ما بشتغل مثل ما بدها، بشوف شو اللي بناسب جسمها وبشتغل. عرفت كيف؟ هلا هي بتقول لي اول شيء بقول لها ايه ايه ايه، بمشي معها بالاخير بترجع مثل ما قلت لها انا. بس ان الشيء يناسب جسمها ويناسب عمرها، كمان بدك تشوف الجسم شو بيلبق له وتعملي عليه التصميم. بكل مهنة يمكن بنحاول ندخلها أو يعني نثبت حالنا فيها بيكون في نوع من الصعوبات. هلا نحن ببداية حديثنا ذكرنا أنه استضفنا كثير من مصممين الأزياء، في منهم بيقولوا أنه أنا برسم بس ما بعرف نفذ، ولكن من حكي حضرتك أنت قادرة تخيطي وتنفذي القطعة، هي بتعتبريها اليوم ميزة أكثر أنه المصمم يقدر ويرسم ويطبق بإيده؟ هلا أنا بحب يعني كيف وين شوف في تطور، بحب شوف وبسأل. هلا كان هون بحمص عملوا بورد بريطاني، فرحت هون كشفت التصميم، شفت الرسم، شفت فالمدربه اللي كانت عم تعطي عم تقول لي انت مانك بعازي حلو ايه، قالت انت لا هي هلا يبت مثل ما حكيت هي بترسم بس ما عندها تصميم، ما بتعرف يعني بيرسموا بس ما عندهم يكفوا القطعه للاخير. هلا عم نشوف بعض تصاميمك على الشاشه وعم نشوف يمكن كل قطعه فيها تفاصيل وجماليه مختلفه عن القطعه الاخرى. خلينا نحكي فينا نقول تسويق للشغل اليوم صار مختلف، يعني الناس لتعرفك لتعرف اسمك، مواقع التواصل الاجتماعي صارت يمكن مفتوحة للكل جداً. قديش يمكن صارت بتخدمك للتسويق لشغلك للناس تعرفك بشكل أوسع وأكبر عن منطقتك؟ إيه مزبوطة. لا قبل ما كان مثل ما قلت المعرفة، هلأ وقت صار الفيس وصار إنستا في العالم صارت تعرفك أكثر، وصار يعني في ناس بتجي لعندك أكثر، ساعدنا يعني ساعدتنا الفيس. كم سنة صار لك تقريباً إذا ما نذكر؟ 20 سنة. 20 سنة. فقديش تغيرنا بهدول ال 20 سنه يعني بالمراحل؟ قديش حسيتي انت حالك على الخبره صرتي متطوره اكثر، حتى صرتي بتعرفي تتعاملي اكثر مع الزباين اكثر؟ اي صح صح. شو اللي اختلف؟ خلينا نحكي قبل وبعد كيف كنت. هلا قبل كنت خاف، هلا لا صرت بقوه بقول لهم هيك بقول لهم هيك. هلا كنت خاف مثل ما تقول لزبوني اول شيء اعمل لها مثل ما بدها، بس هلا لا انا بقول لها ومثل ما بدها بتصير يعني. عرفتي كيف؟ هلا صرت اقوى يعني، الشغل هو اللي بيقويك اكثر والخبره، خبره كمان. هلا عم شوف من تصاميمك تصاميم يمكن فساتين العرس، اليوم الصبيه لما تقول بدي تصممي لي فستان عرس بتكون فينا نقول هي المهمه اصعب مهمه لإلك، يعني ارضاء العروس، تحصلي على التصميم اللي هي بترغب فيه، وهي بتحاول بهي فينا نقول الاطلاله او هيدا النهار تكون هي الاجمل. فهون كيف الموضوع بيكون مختلف عن فستان السهره اللي هي صبيه رايحه تحضر سهره وترجع، عن فينا نقول هي نجمه السهره بتكون العروس وبتحب فينا نقول كمان انه هي تكون الاجمل وراضيه 100%، لانه في كثير التفاصيل نوعا ما بتاثر على نفسيتها. صح اكيد. هلا هي بيكون في عندها افكار، بس هي دائما الافكار اللي بيشوفوها ما مثل وقت قلت لها بتكوني انت بالسهره يعني العروس. هلا في افكار بتكون بدلات كثير كبيره، بتقول انه ليك قد ايه نافشه هاي، بقول لها هلا حبيبتي هي واقفه عم تتصور، انت بدك تتحركي ليلي ليلتك. فانا بشوف شو البناسبه وشو الموضه وبنشتغل عليه. قد بياخذ منك مثلا القطعه؟ يعني هلا بنشوف قطعه ساده ناعمه، قطعه فيها شك، فستان العروس مثلا اذا الصبيه بدها تعمل فستان عندك وقت زمني للقطعه؟ هلا اذا بس قطعه وحده انا بخلصها باسبوع لو فستان عرس؟ اي بس انا معي بنات كمان بيشتغلوا معي. اهم شيء مواعيد التسليم كيف عندك؟ طبعا. على الوقت. هي دائما اسالي كل زبائني بقولوا لك انا على الوقت. طيب يعني عندي كان عندي هذاك الاسبوع فستانين ابيض خلصتهم اياهم قبل 3 ايام، ودق لهم انتم خذوهم وخلوهم عندي يعني لانه خلص انا برتاحوا عشان هن يرتاحوا ما يتوتروا، لانه العروس بتضل متوتر. في مع الوقت يعدلوا. لا لا بكون قيستهم خلصتهم على الاخير وقبل ما اسلم يعني بقيسهم حتى قبل ما اكوي، بس انا بخلص قبل بوقت عشان لا هن يتوتروا ولا انا اتوتر معهم، لانه العروس بتكون متوتره. صحيح. ذكرتي موضوع الموضة وحضرتك يمكن ميالة شوي لفساتين السهرة والأعراس، منشوف كتير لما يكون في مثلا أعراس وللمشاهير، وإذا نقول نحن منراقب المشاهير لنستوحي شوي من الموضة، أغلبهم خصوصا بفستان السهرة وبالغرب تلاقي الفستان سادة والعروس عم تطلع بسيطة وبكامل الأناقة. هذا الشيء بالمجتمع عندنا ما أنه موجود، يمكن بيحبوا الشك، بيحبوا التطريز، بيحبوا هاي النفشة. انت يعني هلا برايك شو الموضه؟ وممكن يعني انت كمصممه تخلي زبونه تميل لشيء معين دارج اكثر، وممكن كمان هذا الشيء بتصور بخفف التكلفه الماديه، يعني نحن بنعرف النول والشك والى اخره بيزيد من تكلفه الفستان الابيض. صح على حسب. هلا في صبايا هي بتقول لك ما بدي اياه، بدي يكون بسيط، بدي اياه ناعم، نشتغل على الطرحه اكثر من الفستان. كمان طرحه العروس قديش بيكون بسيط؟ يعني شو بيكون ساده ابيض بتعملي لها؟ لا بنحط له ستراس، بنحط له شيء، بس ما مثل وقت بيكون كثير او في شك النول، شك النول بيكون فيه الفضه، فالفضه كثير بيعطي اضاءه على الاضاءه، بيعطي على لون سواد
عرفتي كيف؟ فنحن بنحب او اذا بده يكون شكل خفيف منه فساتين ناعمه بتحب يكون فستان كامل بنحط الشاحن ساتان بخففه بيصير مختلف. طب بالختام خلينا نحكي عن التكلفه الماديه اليوم، اليوم عم نسمع بارقام كثير عاليه وكبيره وارقام خياليه حتى بايجار القطعه مو فقط بتفصيلها، قديش بتراعي الظرف المادي؟ يعني نحن بنحكي شوي عن الظرف المادي لانه صار الظرف المادي قاسي وصعب على الكل، يعني فينا نقول صبيه بتيجي بتقول لك انا مصرياتي هالقد بدي اعمل فستان، قديش بتراعي هذا الظرف؟ هلا انا بشوف شو بالدافع القماشي ايه، عم يعني نرفع بسعر القماشي او نشتغل شغل اكثر مشان نعطي موديل، في عالم لا بتقول لك انه لا معلش بده يطلع شيء حلو شيء مميز، يعني آلية الربح تكون عندك اخف مشان كل ترضي جميع الاذواق فينا نقول نشتغل هيك. طيب بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا مصممة الازياء صفاء عبد المولى، وبدنا نتمنى لك التوفيق بمجال عملك. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم الف عافيه. اكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق بمجال شغلك. شكرا كثير يا رب، شكرا كثير لكم على استضافتكم اكيد.